السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من ليندا ياسمين للطبخ راح نقدمه سباجيتي بالدجاج. نجوز مباشرة المقادير. عندي هنا سباجيتي، عندي طرف تاع الدجاج، عندي شوية زيتون غليتو زوج خطرات في الماء عطاش جا شوية مالح، عندي زوج حبات زردية قطعتهم هكا دوائر، عندي حبة بصل وحبة طماطش مسكرفجين، عندي ثلاثة سنينة تاع الثوم، والتوابل عندي فلفل عكري، فلفل كحل، الكركم، عندي طماطش مصبرة، عندي ملح والزيت. نجوز مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله. نديرو الزيت ثلاثة ولا عطاش لاصوص لازم تجي شوية فيها الزيت شوية بزاف. ندير طرف تاع الدجاج، ندير عليه الملح، نديروش الملح بزاف خاطرش الزيتون شويه مالح، ندير غير شويه ملح، نزيد عليه فلفل كحل، نقليها هكا في الزيت والملح والفلفل كحل، ندير سباجيتي يغلى خاطش القدرة تاعي راهي بزاف تغلى، ندير عليه شوية تاع الملح، شوية زيت زيتون، شوية باش نسمورو. ندير عليه البصل، تبدا البصل تكون مليحة شوية كبيرة خاطرش لاصوص لازم لنا البصل بزاف، نغطيه ونخليها هكا شويه يتقلى مع البصل، بعد نولي لكم ان شاء الله. دوك نزيد سنينة تاع الثوم والطماطيش، نخليها هكا يتقلى شوية مع الطوماطيش، نزيد زوج حبيبات هادو تاع زروبية مقطعين دوائر، ندير التوابل هذوك اللي بحاولين مثل ما جاتش فلفل عكري، شويه كركم، شويه
نزيد نص مغرف طماطش مصفره هكذا. دوك نمرق نخلي لاصوص تاعي طيب هكذا قسم يتغطى الدجاج برك ما نديروش المرقة بزاف حتىش نسحقو شويه برك صوص ثقيله. نزيد عليه الزيتون ونخليه يطيب. كي يطيب لي سباغيتي ويطيب لي لاصوص نعاود نولي لكم ان شاء الله باش نشوفوا الوصفة في طبق التقديم. هاو ليك سباغيتي تاعنا بعد ما طاب. كي طاب لي الدجاج نحيتو درتو تحمر في الفور واني درت الزيتون وزرودية هكا من الفوق. دوك نزيد نسقيه امامكم باش تشوفوا لاصوص هذه كيفاش تجي خثرة هكا عقدة هاديك ثقيلة لازم تجي هكا ثقيله. وشاهية طيبة وإلى فيديو آخر إن شاء الله.